يقول: كيف نحقق الكفر بالطاغوت؟ وهل تكفير القبوريين من هذه الأمة يعد من الكفر بالطاغوت؟ كيف إيش؟ كيف نحقق الكفر بالطاغوت؟ بأن نعتقد أن عبادة غير الله باطلة، من القبور والأشجار والأحجار وغيرها، نعتقد أنها باطلة. أما اللي يقول لا، لهم قناعتهم ولهم حريتهم، حرية العقيدة، هذا ما يفرق بين الكفر والإيمان والعياذ بالله، ولا بين التوحيد والشرك. يقول كل حر يعتقد ما يريد، يعني حر، ما هو بحر، هو عبد، عبد، هو مخلوق عبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله هي الحرية الصحيحة التي تحرره من الأصنام ومن الرذائل ومن الأخلاق السيئة، من عبودية الناس والذل للناس، هي الحرية. عبادة الله هي الحرية الصحيحة. نعم. نعم. ثم يقول: حفظك الله، هل تكفيرنا للقبوريين من هذه الأمة يعد من تحقيق الكفر بالطاغوت؟ نعم، ما في شك، ما في شك. الطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض بذلك أو يدعو إلى ذلك. أما إذا عبد وهو لا يرضى بذلك، فالطاغوت هو الذي أمره الشيطان، يعبد الشيطان ولا يعبد الرجل الصالح أو النبي، ما يعبده، يعبد الشيطان الذي أمره بذلك. وأما الرجل الصالح وأتباع الأنبياء يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، يقولون ما أمرناهم ولا علمنا عن عبادتهم لنا، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون، لأنهم أطاعوا الشياطين، هم صاروا عباد للشياطين. نعم.